الحكومة البريطانية تطالب الحوثي بالامتثال لشروط الهدنة وتؤكد اتخاذ اجراءات لمنع تدفق السلاح الى الميليشيات. مجلس القيادة اليمني يشيد بدور السعودية في تمديد الهدنة ويشدد على الزام الحوثيين بتنفيذ بنودها. بعد حرمانهم من رواتبهم ميليشيات الحوثي تفصل أكثر من عشرين ألف مدرس في مناطق سيطرتها وتستبدلهم بعناصر موالية تحت عنوان أوقفوا القنبلة النووية لنظام طهران تجمع احتجاجي في فيينا للمطالبة بمحاسبة النظام الإيراني حياكم الله واهلا ومرحبا بكم من جديد. في حوار خاص مع الحدث طالبت المتحدثه باسم الحكومه البريطانيه روزي ديز الميليشيات الحوثيه بالالتزام ببنود الهدنه المجدده واكدت ان لندن تعمل على منع تدفق السلاح لميليشيا الحوثي وتتخذ اجراءات مشدده للحد من قدرات الحوثيين. تتخذ موقفا متشددا وإجراءات العملية للحد من قدرة الحوثيين مثل إدراج الحوثيين تحت حظر الأسلحة في الأمم المتحدة وعقوبات فرضية على قادة الحوثيين والسبب هو هذا ندعو الحوثيين إلى احترام الهدنة لأنها قدمت فوائد ملموسة للمدنيين في اليمن وخارجها في مقابله خاصه مع الحدث ايضا اعلن السفير البريطاني في السعوديه نيل كرامبتون ترحيبه بتمديد الهدنه في اليمن واكد كرامبتون اهميه تكثيف التعاون السياسي والاقتصادي في اليمن اظن ان التعاون مستمر ونحن سعداء بهذا الاتفاق من قبل المبعوث الاممي وطبعا كل احد يريد ان uh, يريد ايجاد حل سياسي اظن ان المهم ان نكثف ال, uh, التعاون السياسي والاقتصادي على الارض هذا يظهر uh, للشعب اليمني uh, مزايا السلم هذا سوف سوف uh, يؤدي الى الاستمرار ال, uh, وقف رحب مجلس القياده الرئاسي اليمني باعلان تمديد الهدنه لشهرين اضافيين وفق البنود السابقه وذلك بالتشاور مع الحكومه وتحالف دعم الشرعيه وثمن المجلس الجهود السعوديه في التوصل الى التمديد الجديد للهدنه وسعيها لتحقيق السلام والاستقرار في اليمن كما شدد المجلس على اهميه تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته بالزام الميليشيات الحوثيه الوفاء بتعهداتها المتعلقه بفتح طرق تعز والمحافظات الاخرى ودفع رواتب الموظفين من عائدات موانئ الحديده والتعاطي الايجابي مع كافه الجهود الاقليميه والدوليه قال محمد الغيثي رئيس هيئة التشاور والمصالحة المنبثقة عن المجلس الرئاسي اليمني إن الهدنة برعاية أممية كانت من المفترض أن تكون مدتها ستة أشهر وليس شهرين ولكن تعنت ميليشيا الحوثي وعدم تنفيذ التزاماتها الواردة في الهدنة هو ما جعلها في شهرين فقط ولا يتوقع أو يتوقع الغيثي أن يتبع تمديد الهدنة الحالية ان يتبع ذلك تمديد اخر ما لم يثبت الحوثيون صدق نواياهم عمليا ولا بد للمبعوث الاممي ان يقدم اطارا واضحا لعمليه سياسيه شامله رئيس هيئه التشاور والمصالحه اشار الى ان مجلس القياده الرئاسي سيشكل وفدا تفاوضيا مشتركا يمثل مجلس القياده مؤكدا على ان المرحله الحاليه هي مرحله توحيد الصف والقرار معي من الرياض مانع المطر عضو مؤتمر الحوار اليمني سابقا أهلا ومرحبا بحضرتك سيدي كان من المفترض أن تكون هذه الهدنة يعني تمتد لستة أشهر لكن ما تم تثبيته فقط بحدود الشهرين ووفق التزامات أو شروط الهدنة السابقة بمعنى لم يتم توسيع هذه الشروط هل الضغط الحوثي والتعنت كان السبب الوحيد في عدم تمديد هذه الهدنه؟ نعم تحيه لك وللمتابعين الكرام، انا اعتقد ان الهدنه كان يفترض ان تكون بافق اوسع، بافق سياسي واقتصادي وانساني اوسع يحقق لليمنيين حاله من من تخفيف الضغوط والأعباء عليهم التي نتجت بفعل هذه الحرب التي قادها الإنقلابيون على الشعب لكن للأسف الشديد أن أن هذه الرغبة الأممية والأمريكية تحديديا تحديدا اصطدمت برفض الميليشيات الحوثية وعدم التزامها خلال الفترات الماضية، المجلس الرئاسي أيضا كان له مطالب في إطار هذا الهدف المعلن من قبل المبعوث الاممي والمبعوث الامريكي وكل الـ الاصوات التي تنادي بتمديد الهدنه وهو ان توجد اليه حقيقيه تضمن الا تكون الهدنه مثل ما مثل التمديد الذي مر ومثل الفتره الماضيه يكون فيها التزام فقط من جانب واحد ولا يلتزم ولا تلتزم الميليشيات الحوثيه بتنفيذ التزاماتها هذا الامر لم تستطع المنظومه الدوليه سواء المبعوث الاممي او المبعوث الامريكي ان يقدموا فيه ضمانات حقيقيه للمجلس الرئاسي وفي نفس الوقت الجماعه الحوثيه لم تقبل بالخطه التي قدمها المبعوث الاممي مما دفع تحت ضغط الولايات المتحده الامريكيه بان تمدد الهدنه بنفس الشروط السابقه طب انت اشرت استاذ اشهر انت اشرت الى ان هناك كانت يعني مجموعه من المسارات الاقتصاديه الانسانيه الاجتماعيه وحتى ربما العسكريه يضاف الى ما ذكرت مسارات كان من الممكن ان يشملها توسيع الهدنه ما الخلافات التي نشات تحديدا التي طرأت يعني وجعلت هذه المسارات تنغلق على نفسها نعم الميليشيات الحوثية تغالط الرأي العام مم. تطرح للرأي العام في تصريحات كلام مختلف على ما تطرحه داخل الأروقة في اجتماعاتها مع المبعوث الأممي أو مع الوفد العماني الذي ذهب فيها تطالب بأن تقوم الحكومة بدفع المرتبات وتقول للرأي العام أنها لا تعترف بهذه الحكومة وأنها ليست حكومة شرعية كيف تطالب أن تدفع الحكومة المرتبات وهي لا تعترف بشرعية هذه الحكومة في المقابل المجلس الرئاسي يقول أن هناك اتفاق تم توقيعه في ستوكهولم حدد آلية لصرف المرتبات من إيرادات الموانئ والإيرادات التي تتحصل عليها الميليشيات إضافة إلى إلغاء الحدود الجمركية المستحدثة والتي هي حدود تقيمها ميليشيات الحوثية في مناطق سيطرتها مما من يجعل السلع تدفع الجمارك مرتين السلع تكون تتحمل أعباء الجمارك مرتين ويؤدي إلى ارتفاع أسعارها على المواطنين وتقول الحكومة أن هذه الإيرادات إذا أرادت الميليشيات الحوثية أن تسمح بصرف المرتبات وفقا لكشوفات 2014 فيجب أن تسلم إلى البنك المركزي وأن تصرف وفقا للآلية التي تم الاتفاق عليها في اتفاق السكولم هذا ما لا تريده الميليشيات تريد أن تحتفظ بتلك الموارد وفي نفس الوقت تطالب الحكومة بدفع المرتبات وهنا كانت المعضلة في عدم تمديد الهدنة وتوسيع آفاقها بما يخفف عن المواطنين أعباء الحياة اليومية طب الان تم تثبيت الهدنه بحدود الشهرين يا استاذ مانع هل ذلك يعني انه لن يتم هناك اي حوار او بمعنى لن يكون هناك المجال مفتوحا لمزيد من التفاوض ضمن هذه المسارات التي ذكرتها بالتاكيد م. ان هذه هذه الشهرين الهدف منها التفاوض على افق جديد لهدنه مستدامه قابله لان تتطور الى اطار سياسي شامل لحل سياسي لكن ما اريد ان انبه له هنا ان الميليشيات الحوثيه لم تمدد هذه الهدنه من اجل تخفيف المعاناه علي المواطنين بل من اجل ارضاء الولايات المتحده الامريكيه التي ضغطت من اجل هذه الهدنه وهي تصرخ كل يوم في الميادين بالموت لامريكا وفي نفس الوقت تقدم هذه الهدنه ارضاء الولايات المتحده الامريكيه وليس للتخفيف عن المواطنين ولا يهمها ان يبقى ان تبقى معاناه المواطنين بل على العكس معاناه المواطنين توفر لها تعاطف دولي كبير وتحاول ان تسوق ان هذه المعاناه هي بسبب الحكومه وبسبب التحالف الداعم للشرعيه وهذا الامر غير صحيح، الصحيح ان الميليشيات تستخدم المواطنين كاسرى وتتاجر بمعاناتهم ومستعده ان تقدم كل التنازلات للولايات المتحده الامريكيه على حساب مصالح الشعب. طب يعني انت يعني استاذ مانع ايضا اشرت الى نقطه جدا مهمه، كل هذا الوقت الذي يمضي الا يخدم ميليشيات الحوثي؟ بمعنى هو يعيد تمركزاته العسكريه، هو يستفيد من هذه الهدنه زمنيا ومكانيا، هو يقوم بجلب منافع حتى لربما تنعكس على وضعه الاقتصادي وذلك قد ينعكس على تعنته وعناده بشكل اكثر مستقبلا. هو لم يعد يستطيع ان يفعل كل ذلك كما كان يفعل في الماضي لكن في الحقيقه ان نحن ايضا بحاجه لهذا الوقت، بحاجه لهذا الوقت لنحاول ان نجعل الميليشيات الحوثيه تعيد التفكير بشكل واعي في مصالح اليمن وفي مصلحه الدوله اليمنيه التي يجب ان تكون دوله مواطنه متساويه لكل الناس وان تدرك ان الحل السياسي هو الذي سيكون في النهايه وفي نفس الوقت هذا الوقت يعطينا مساحه لاعاده ترتيب اوضاع المناطق المحرره الحرب ليست نزهه وانما لها تكاليف كبيره يتحملها الشعب وخصوصا في المناطق تمام المحرره التي تدفع ضريبه التحرير في نفس الوقت هذه الـ 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 لو كانت الميليشيات العزيه لا تريد الهدنه وكان لديها القدره لشن هجوم عسكري لفعلت حتى لو كان هناك الف اتفاق على هدنه طيب اتمنى ان تبقى معي استاذ مانع فقط يعني نشير الى بعض الاخبار الوارده في سياق ما نتحدث ايضا المبعوث الامريكي لليمن تيم ليندر كينج كان قد ذكر ان الولايات المتحده والمجتمع الدولي يعملان من اجل احلال السلام في اليمن وذلك من خلال توسيع نطاق الهدنه بالضغط على جميع اطرافها للالتزام بتنفيذ جميع بنودها ورفع الحصار عن المدن التي تعيش ظروفه او ظروفا قاسيه. كما شدد ايضا ليندر كينغ على اهميه التنسيق بين الدول الاقليميه لتلعب دورا ايجابيا مطالبا ايران بالعمل بشكل ايجابي في الازمه اليمنيه كما أيضا حض أطراف النزاع على تقديم المزيد من التنازلات للوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة ودان لندر كينغ بشدة استمرار اختطاف ميليشيا الحوثي 12 شخصا من موظفي الإغاثة الأمميين في صنعاء داعيا الدول المانحة إلى التكاتف وإلى دعم اليمن طيب أعود الآن مرة أخرى إلى ضيفي من الرياض أستاذ مانع المطري أستاذ مانع يمكن السؤال المطروح الآن ما هو أو مدى جدية كل من الأمريكان وحتى الأمم المتحدة في معالجة هذا الوضع وتمديد بالتأكيد هذه الغدنة بما يكفل التزام الحوثيين بالشروط نعم بالتاكيد ان مصلحه الاداره الامريكيه الحاليه ان تعمل شيئا في الملف اليمني باعتبار ليس من اجل اليمنيين وليس من اجل السلام حتى وليس من اجل المنطقه الموضوع هو مرتبط بالشان الداخلي الامريكي مرتبط باحتياج الاداره الديمقراطيه لان تقدم شيء في الملف اليمني كما وعدت ناخبيها محتاج يحتاج بايدن الى ان يخفف غضب مناصريه الذين يرون أنه فشل في كثير من الملفات السياسية م. الخارجية ولم يستطع أن يحقق شيء ولهذا هو يضغط بكل ثقل الولايات المتحدة الأمريكية من أجل تحقيق شيء ومع ذلك هذا الأمر جيد قد يؤدي إلى فتح بوابة للسلام ولكن دعونا نرى ما الذي يستطيع أن يفعله الأمريكيين هناك أربعة مليون وخمسمائة ألف نسمة تم الاتفاق على إنهاء الحصار عليهم في مدينة تعز ضمن هذه الهدنة وضمن الهدنة السابقة لم يفعلوا شيء إلى الآن فليرون إن كانوا يستطيعوا أن تعز فقط مم. نعم يعني سامحني يعني عندما تتحدث أنت عن, عن هدنة بين أي طرفين أنت تتحدث بالتأكيد عن شروط والتزامات العنصر الناقص في هذه المعادلة هو وجود ضامن لآلية التزام الأطراف بهذه الشروط أو هذه الالتزامات أين هذه الآلية من قبل يعني ما يتم تصريحه من خلال المبعوث الاممي او حتى المبعوث الامريكي. الضامن هي الولايات المتحده الامريكيه والدول الخمس دائمه العضويه ومجلس الامن والامم المتحده بشكل عام، لكن هذا الضامن للاسف الشديد يبيع لنا كلاما. انا اعتقد ان الصواب والمسؤوليه الاخلاقيه تفرض على الضامن الدولي ان يفرض عقوبات على الطرف الذي لم ينفذ كل التزاماته بشأن الهدنة م. الذي لم ينفذ والذي يرفض أن ينفذ يجب أن تفرض عليه عقوبات وهناك قائمة طويلة من ما يمكن القيام به لإجبار الميليشيات الحوثية على تنفيذ بنود الهدنة الميليشيات الحوثية لها مصالح كبيرة بالخارج لها أيضا اتصالات مع قوى دولية إذا إذا تم تفعيل القانون الدولي وتفعيل بند العقوبات على الميليشيات الحوثية وعلى قياداتها تحديدا بالتاكيد ستثمر بشكل كبير تمام. اذا تم ايضا اعطاء المساحه الحكومه مساحه اوسع في مساله استيراد السلع والخدمات والمشتقات النفطيه بان تكون حتى المناطق التي تسيطر على الميليشيات الحوثيه لا يتم استيراد النفط الا عبر الحكومه بالتاكيد سيحرم هذا الميليشيات الحوثيه من كم هائل من المواد الماليه م. التي تحصل عليها وتستخدمها في تمويل الحرب استاذ مانع بدي استحضر معك فقط موقف في اليوم الاخير يعني نتحدث للهدنه السابقه كان قد سيرت ميليشيات الحوثي عروضا عسكريه ذلك في مناطق سيطرتها. اليست هذه رساله من قبل الحوثي بانه العسكره والحل العسكري هو ما تؤمن به هذه الميليشيات وانه لا توجد هناك اي فرص لاي حل سياسي على الارض. الاصل ان الهدنه يجب ان تكون بافق سياسي تنهي اسباب الحرب، لكن الميليشيات الحوثيه تريد ان تكون الهدنه قائمه بشرط ان لا تنهي اسباب الحرب وان تبقي اسباب الحرب وتريد ان تستعرض بالقوه العسكريه حتى توهم المجتمع الذي تسيطر عليه هناك انها لا زالت قويه ولا زالت قادره، لكن في الحقيقه لا احد يستعرض بالقوه نتيجه لقوته، وانما نتيجه لشعوره بانه ضعيف وانه لن يستطيع ان جوله حرب في وقت الاستعراض الذي يقوم به. نكتفي بهذا القدر اذا ضيفي من الرياض استاذ مانع المطري عضو مؤتمر الحوار اليمني سابقا، شكرا جزيلا على وجودك معنا. هذه النشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل في اول ايام الهدنه بعد تمديدها خروق حوثيه في الجبهات ومقتل مدنيين برصاص الميليشيات في تعز الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب ينضم إلينا مراسل الحدث نحن الآن في منطقة الفليحة حيث الخطوط الأمامية لقوات الجيش الوطني والمقاومة كيف يمكن أن يتحرك مجلس التعاون الخليجي لمواجهة هذه التهديدات الإرهابية الحوثية السلام سيتحدد اليمن بالضغط على إيران العملية العسكرية مستمرة لملاحقة فلول الميليشيات الحوثية ما الذي تريد ميليشيا الحوثي أن تحققه من وراء هذا التصعيد؟ أنا أعتقد الآن في المكان الذي تم استهداف في مساء البارحه ما ابرز ما تم حتى الان ميليشيات الحوثيه اساسا لا تؤمن الا بالحرب هذا المكان لم تصله اقدام الميليشيا الحوثيه وبقي صامدا رغم الضربات المكثفه هذا التصعيد الحوثي الاخير الى اي حد هو مرتبط بالخسائر التي تتلقاها هذه الميليشيا الحوثيه على الارض في الداخل اليمني التحيه واهلا ومرحبا بكم من جديد افادت مصادر تربويه في صنعاء بان ميليشيات الحوثي فصلت نحو 20 الف معلم ومعلمه من اعمالهم وذلك في المدارس الواقعه بمناطق سيطره الحوثيين أو في مناطق تسيطر ميليشيات الحوثي هناك وأيضا ذلك بذريعة انقطاعهم عن العمل وإجبارهم على التدريس مع عدم دفع رواتبهم منذ أكثر من سبع سنوات إذا لم تكتفي ميليشيات الحوثي بإلغاء مجانية التعليم في مناطق سيطرتها بل أقدمت كذلك على فصل أكثر من عشرين ألف معلم من وظائفهم بعد حرمانهم من رواتبهم لأكثر من ست سنوات عملية الفصل التعسفي الحوثية لهؤلاء المعلمين قوبلت بانتقادات واسعة رغم محاولة الميليشيات تبريرها بانقطاعهم عن العمل المبررات التي ساقتها الميليشيات الحوثية لم تكن مقنعة لليمنيين لا سيما في ظل الانفاق الحوثي على الفعاليات الطائفية والتجنيد في المراكز الصيفية كتاب ومثقفون وناشطون يمنيون اصدروا بيانا انتقدوا فيه التناقض الذي تمارسه الميليشيات لابتزاز المعلمين واعتبروا استمرار انقطاع المرتبات مع مطالبه المعلمين بالدوام ذريعه اتخذتها الميليشيات لفصل المنقطعين ويرى كثير من التربويين ان العمليه التعليميه في مناطق الميليشيات تسوء عاما بعد اخر لان افضل المعلمين غادروا مدارسهم وعملوا في مهن اخرى بسبب ممارسه الميليشيات التي احلت عناصرها محل المعلمين المفصولين. يضاف الى الغاء مجانيه التعليم وحرمان المعلمين من رواتبهم وتاسيس الميليشيات صندوق جبايه عام 2019 باسم التعليم واطلق عليه صندوق دعم المعلم والتعليم. وقد حددت الميليشيات موارد هذا الصندوق باقتطاع نسب من عائدات الضرائب على السلع المنتجه او المستورده وكذلك من عائدات الاتصالات، كما اسندت مهمه الاشراف عليه لمسؤول التحشيد والتجنيد في الميليشيات نائب وزير التربيه في حكومه الانقلابيين القيادي قاسم الحمران والذي عين مؤخرا قائدا لكتائب الدعم والاسناد. تشير تقارير ماليه ايضا الى ان عائدات صندوق دعم المعلم والتعليم بلغت نحو 90 مليار ريال خلال اربع سنوات لم يدفع منها شيء للمعلمين وانما تم استغلالها اي تلك المبالغ لتمويل تاسيس تشكيلات قتاليه للميليشيات بقياده القيادي قاسم الحمران بتكليف من زعيم الجماعه عبد الملك الحوثي. استمرارا ل أو في مناقشة هذا الملف وتداعياته معي من تعز عبد الرحمن المقطري أمين عام نقابة المعلمين أهلا ومرحبا بحضرتك. أستاذ عبد الرحمن بداية هل تتوفر عندكم إحصائيات بالأرقام تتحدث عن الفترة التي تم خلالها قطع الرواتب عن المعلمين؟ عدد هؤلاء المعلمين المفصولين أيضا تحياتي لك ولجميع متابعي قناة العربية الحدث الحقيقة بالنسبة للإحصاءات للمعلمين الذين حرموا من مرتباتهم منذ أن تولت الميليشيا الإنقلابية الحوثية حوالي 160 ألف معلم تربوي اما بالنسبه لل يعني عدد السنين فحوالي اربع سنوات يعني او عفوا حوالي خمس سنوات لم يصرف للمعلمين مرتباتهم يعني كانوا الى سنه 2016 يصرفوا احيانا نصف راتب وثم يعني كل احيانا كل ثلاثه اشهر وبعدين كل سته اشهر وحاليا طبعا لا توجد مرتبات وبالتالي هناك حوالي خمس سنوات لم يتسلم فيها المعلمون في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثي أي مرتبات. طبعا علاوة عنه يفرض على المعلمين أن يعني أن يداوموا وأن يعلموا بدون مرتبات وكما ذكر تقريركم أن هناك جبايات باسم المعلم يعني بلغت يعني مبالغ كبيرة حوالي 90 مليار لكنها لم تصرف المعلم لم يصرف المعلم منها شيء وذهبت الى جيوب كبار قاده الميليشيا من المشرفين وغيرهم. الحقيقه طبعا الميليشيا الحوثيه هي عباره عن عصابات ميليشيا يعني عصابات ولذلك لا غرابه ان يعني تسلك هذا السلوك فقد بدات سلوكها منذ اول يوم او ظهر سلوكها في النهب على مستوى الوطن بكامله حيث نهبت اكثر من 5 مليار دولار من البنك المركزي عندما استولت على الحكم في 2014 كذلك نهبت مئات المليارات من الريالات اليمنيه وبالتالي عطلت الحركه في كثير من المؤسسات الرسميه ثم ذهبت طبعا بعد ذلك الى فرض جبايات على المستوى المؤسسات الرسميه والمؤسسات ايضا الاليه والشركات والقطاع الخاص بشكل عام طيب فلا يهم طبعا الميليشيات التعليم ولا شيء من هذا القبيل بقدر ما يهمهم ان يكبوا لانفسهم، نعم. يعني هنا بدي اسالك ايضا استاذ عبد الرحمن، هل الموضوع متعلق فقط بمحاوله يعني الكسب وتجميع الاموال قدر الاستطاعه بهدف الاستفاده في الجناح العسكري القتالي للحوثي؟ ام انها ايضا هي عمليه ممنهجه مقصوده لتجهيل الشعب اليمني نعم هي عملية الحقيقة منهجة مقصودة تجهيل الشعب اليمني وهذا دأب الأئمة منذ القدم يعني منذ ما من قبل ثورة 26 سبتمبر فهم يعتبرون يعني كل يعني ما في اليمن من خيرات بما فيها ما يمتلك الإنسان وبجهده الشخصي يعتبرونه ذلك حقا لهم فلا يحق للإنسان يعني أن يدعي أنه يمتلك شيء لأن المال مال السيد في الأخير وهو الذي ينعم وهو الذي يتفضل بهذا المال وبالتالي يعني فهي عملية الحقيقة منهجة يعني يقول لك يكفيك أن تعيش فقط ليس من الضرورة أن يكون لديك مال وبالتالي هم يعني يحرصون على تجهيل الشعب اليمني ويوفرون هذا المال لانفسهم ولاولادهم يعني يجعلوا من اولادهم يعني يوفروا لاولادهم فرص التعليم في الخارج في اعلى الجامعات وارقى الجامعات بينما يحرم يعني افراد الشعب حتى من التعليم البسيط وهو حق طبعا مكتسب يعني حق شرعا وقانونا وحق انساني مكفول في كل الاعراف والقوانين الدوليه يعني يمكن انت استاذ عبد الرحمن تتوفر عندك صوره يعني شامله اكثر عن رد فعل الاهالي لانه ايضا التقارير تشير الى انه رسوم الدراسه تحولت بعد ان كانت مجانيه واصبح هناك رسوم ثم تضاعفت ثلاث الى اربع الى سبع وصلت الى ثماني مرات بحسب التقارير نعم عندما أنشأ صندوق دعم المعلم م. الذي أنشأه طبعاً في 2019 بدعوى يعني دعم المعلم وكانوا يأخذوا طبعاً من الأهالي ألف ريال مقابل يعني كل طفل يدخل إلى المدرسة م. إلى جانب طبعاً كما ذكرت أنت ما يتحصلوه من موارد أخرى لدعم لهذا الصندوق م. بعد ذلك طبعاً تضاعف هذا المبلغ إلى ثمانية أضعاف يعني هناك الآن يعني وثائق تشير لأنهم يأخذوا ثمانية ألف ريال ومع ذلك طبعاً لا يوجد تعليم الحقيقة هو في الأخير يعني في مدارس آه لا, لا تعمل يا أستاذ عبد الرحمن إلى الجبهات يعني هناك يعني هناك في مدارس لا تعمل تماماً آه؟ أبوابها آه مقفلة لا 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 حصص دراسية فيها لا طلاب يذهبون لا آه معلمين شبه ش... نعم 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 في مدارس مقفلة وفي آه هناك أيضاً مدارس شبه مقفلة لأن الناس طبعا انصرفوا عن التعليم لانهم اما انهم غير قادرين على دفع التكاليف او ايضا لانه يشعروا انه يعني ليس هناك فائده من عمليه التعليم بالوضعيه القائمه كون الميليشيا الانقلاب الحوثيه يعني حرفت المناهج ويعني جعلت من البيئه المدرسيه بيئه يعني بيئه حرب، بيئه حربيه يعني تثقف الاطفال ثقافه الكراهيه حتى ضد ابائهم الذين تربوا على القيم الاسلاميه والوطنيه الصحيحه وبالتالي بدلا من ان يعني يرجع الطفل الى بيته ويعني يشعر بنوع من الارتياح واهله ايضا كذلك يعني يجدون ان طفلهم يرجع احيانا مشبع بعض الافكار التي تمام. تتصادم مع القيم التي ربوه عليها. للاسف. طيب صار. وبالتالي هي عمليه منهجة فعلا من اجل طيب تغيير مام. القيم وايضا تطفيش الناس من الدراسه وتوجيه الاطفال الى الجبهات. طيب الان هناك الـ الـ في الجبهات طيب بـ بـ حتى يض... استاذ عبد الرحمن سامحني نعم. والله بس يعني في يعني ديلي بالصوت لكن نعم آآ آآ كل هذا لربما سوف يزيد تاكيدا ويضاعف من حاله ال ال الاحتقان ما في تخوفات عند ميليشيات الحوثي مثلا من رده فعل ابناء القبائل اللي لا ينتمون فعلا ل ل لطائفه او للصف الحوثي الحقيقه هناك تذمرات كبيره يعني موجوده وما بين حين اخر يحصل يعني اشتباكات ويحصل شيء من هذا القبيل يعني مع ميليشيا الانقلاب لكن كل يوم ان شاء الله تتنامى هذه الامور حتى تصل الى درجه يعني اقتلاع هذه الميليشيا لانها في الاخير هي الان تتآكل فيما بينها البين مجموعه من البيوت التي تدعي انها تنتمي لبني هاشم بيت الشامي، بيت المتوكل، بيت كذا بيت كذا الى اخره، هذه الان البيوت يعني بينها صراع نفوذ ويعني يعني هي بعض البيوت هذه حتى بدات تتكلم عن يعني مظلوميه بعض المواطنين يعني م. لانها وجدت نفسها في الاخير ايضا انها يعني ظلمت كما تدعي من قبل الحوثي لانه كل الاسر الهاشميه اصبحت دون أسرة الحوثي نعم وحيث ملكت أسرة الحوثي الكثير من المكاسب وبالتالي بلا شك أنه أي عمل فاسد لابد أن يأتي يوم ويسقط هذا العمل مهما كان شكرا جزيلا ضيفي من تعز عبد الرحمن المكتوري أمين عام نقابة المعلمين يشكو العديد من الطلبة في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية من ارتفاع رسوم وتكاليف الدراسة إلى جانب ارتفاع أسعار المستلزمات المدرسية. ومع مطلع العام الدراسي الجديد شهدت مدارس العاصمة صنعاء وعدد من المدن الأخرى الخاضعة لسيطرة الميليشيا إقبالا ضعيفا من قبل الطلبة نتيجة للرسوم الباهظة التي فرضتها الميليشيا عليهم خاصة في المدارس الخاصة. يشقون مستقبلهم بقساوة في ظل الحرب ويتهيؤون اليوم لاستقبال تعليمهم المدرسي فهنا يقوم عشرات الطلبة بشراء المستلزمات المدرسية آملين في استكمال تعليمهم بما تيسر في هذا العام خاصة بعد عجز الغالبية منهم عن شراء أبسط الأدوات المدرسية مع ارتفاع أسعارها في الأسواق بشكل كبير. خرجنا عشان نشتري مستلزمات اطفال يعني اقلام ودفاتر وشماطات للاطفال بس المشكله انه الاسعار نار فوق يعني فوق الخيال فوق ما الواحد يتوقع وكمان فوق المستوى المعيشي اللي احنا نعيشه اللي يكون عنده اطفال كثير ما يقدرش انه يجيب لهم كل حاجه فبنضطر ان احنا نشتري لبعض والبعض الباقي ما نقدرش نشتري لهم الدفاتر كان احنا نشتري اربعه خمسه سته بدرازين عشان نوزعهم الآن معنا نقدر نشتري اللي من نص ولا من ربع يعني بس كذا علشان تقدر سهل الامور نرجع نشتري لهم باقي الباقي حاولت ما يبداوا بالدراسه يعني كله بالتقسيط كله بالتقسيط العام هذا برا مره زياده على اللزوم مع ارتفاع الاسعار مع الضرب مع رفع الصارف مع يعني مع الغلاء مع كل شيء والوضع ما تسمحش خالص ليس هذا فحسب بل ان معاناه الطلبه واولياء امورهم تزداد سوءا في مناطق سيطره الميليشيات اذ فرضت المدارس الخاضعه لها مبالغ ماليه كبيره على الطلبه يتوجب عليهم دفعها كرسوم تسجيل ناهيك عن ارتفاع النفقات التعليميه في المدارس الخاصه الى اكثر من 40% في بلد تنص القوانين فيها على مجانيه التعليم بدانا اليوم التسجيل للعام الدراسي الجديد وكان هناك اقبال كبير من قبل الطالبات واولياء الامور ازدحام شديد في المدرسه نحن هنا في المدارس الحكوميه لم يتم تغيير الرسوم الدراسيه كبقيه المناطق المحتله ونقول المناطق الحوثيه هناك تفاعل وتجاوب من التربيه بخصوص مراعاة اولياء الامور ومراعاة الظروف الاقتصاديه التي تمر بها البلاد. والله نستقبل العام الدراسي بالنسبه للاطفال فرحه فرحه للاطفال بدخول المدرسه لكن بحسب يعني في مدينه تعز بالذات الاوضاع الاقتصاديه صعبه خاصه في ظل وضع الحصار ولا المفروض على مدينه تعز واشياء كثيره وفي ظل تدهور الاوضاع الاقتصاديه والمعيشيه في البلد نتيجه الحرب وانقطاع رواتب المعلمين يتراجع التعليم بشكل كبير خصوصا في مناطق سيطره الميليشيات وهو امر بحسب مراقبين يهدد مئات الطلبه خاصه اولئك الذين باتوا عاجزين عن دفع تكاليف الدراسه. السعيد سعيد لقناه الحدث تعز أعلن الجيش اليمني مقتل أربعة من جنوده وجرح ستة عشر آخرين بحروق أو خروق حوثية خلال أول يوم من سريان التمديد الثاني للهدنة الأممية الذي بدأ أمس الأربعاء قال المركز الإعلامي للقوات المسلحة إن الميليشيات قد ارتكبت ثلاثمائة وستة خروقات للهدنة في جبهات الحديدة وتعز والضالع وحجة وصعدة والجوف ومأرب مستخدمة المدفعية الثقيلة والمسيرات المفخخة أنا بصراحه يعني من يدي هذه الهدنه لكن اعتقد انه في ظل هذه الاوضاع خصوصا في كل ان كل طرف يحشد للاخر ونحن نشاهد يعني الاستعراضات العسكريه التي يقوم بها الحوثيين واخرى هنا التجهيزات يعني اعتقد ان هدنه مصيرها مجهول يعني مستقبلا من الاقدر والمفترض من المبعوث الاممي ان يتم هناك سلام حقيقي ومفاوضات حقيقيه لانهاء الحرب واحلال السلام الحقيقي وليس هذا انما يعود على الحوثيين باعاده ترتيب انفسهم وهم مستمرون في خروقات الهدنه منذ يناير وازداد عدد الضحايا من القصف اخرها كان ضحايا الاطفال في محافظه تعز 11 طفلا بسبب القصف. ليس هناك اي امل في هذه الهدنه لانه قد تم اتفاق هدن كثيره من سابق ولم يتم تحقيق اي شيء ودائما هذه الهدنه يتم نقضها من قبل الحوثيين. هذه النشره مستمره وفيها بعد الفاصل. تقرير للمعارضه الايرانيه يكشف عن حصيله رهيبه في انتهاكات حقوق الانسان في السنه الاولى لولايه رئيسه. انهزمنا من القصف وانهزمنا من الطيران والحجينه هين. ممكن يتساقط علينا وما عرفنا حنا إلا إحنا رايحين على المستشفى فزع على الأرض رعب من السماء طفولة يسرقها الجوع أمل قتلته زخات رصاص نساء ورجال عجائز وأطفال فرون من الجحيم باحثون عن المجهول حياكم الله. نظم إيرانيون في العاصمة النمساوية فيينا وقفة احتجاجية أمام الفندق الذي تعقد فيه المفاوضات الخاصة بملف إيران النووي. المحتجون الذين حذروا من امتلاك النظام الإيراني قنبلة نووية طالبوا بمحاسبة الملالي وبفرض عقوبات عليهم بسبب انتهاكهم لحقوق الإنسان. كشفت المعارضه الايرانيه عن حصيله الانتهاكات في مجال حقوق الانسان في ايران خلال العام الاول لولايه ابراهيم رئيسي واوضحت المعارضه ان 521 وعشرين شخصا بينهم سته اطفال تم اعدامهم من قبل النظام في تلك الفتره الى جانب احكام مروعه وقمع مكثف ورأت المعارضة أن رئيسي ومن أجل إنقاذ النظام من الغضب الشعبي سرع في عمليات الإعدام والقمع بطريقة غير مسبوقة وكشفت المعارضة الإيرانية عن وفاة سجناء بسبب الإضراب عن الطعام أو تأخر العلاج كما تم إعدام بعضهم بعد قضاء عشرين عاما في السجن Thank <laughs> you. قال مستشار الامن القومي الامريكي انه قلق بعد حديثه مع الصحفيه الامريكيه من اصل ايراني مسيح علي نجاد وذلك بشان سلامتها بعد القبض على رجل بحوزته بندقيه خارج منزلها في نيويورك الاسبوع الماضي. الناشطه الايرانيه المعارضه اتهمت نظام طهران بمحاوله اغتيالها بعد ان حاول سابقا اختطافها وان نظام أو أن النظام مستمر في قمع المعارضين داخل وخارج إيران. وقد أعلن مجلس الأمن القومي أن الحكومة الأمريكية سوف تستخدم الأدوات المتاحة لتعطيل وردع تهديدات إيران بما في ذلك تلك التي تستهدف المواطنين الأمريكيين والمعارضين الذين يعيشون في الولايات المتحدة. معي من بروكسل منى السيلاوي، الباحثة في الشأن الإيراني. اهلا ومرحبا بحضرتك استاذه منى. بعد عام على ولايه رئيسي وهذا الرجل في سجله يعني الكثير من علامات الاستفهام خاصه تلك المتعلقه باعدامات الثمانينيات. هل نجحت ايران بان تستخدم ملف المساومات مع الدول في مجال التجاوز على حقوق الانسان والضغط بما يلبي اهدافها تحياتي لك وللمشاهدين يعني بالفعل بهذه المرحله اظن لا يهم للنظام الايراني ماذا يفكر المجتمع الدولي عن ما يحصل في ايران لانه في العاده حاجة النظام الإيراني هي من تحدد من يتم انتخابه أو عادة البيع معه ووضعه في مناصب معينة يعني في مرحلة من مراحل تاريخيا كانت إيران بحاجة أن تبين للدول الغربية أنها منفتحة على الإصلاحات لذلك جاءوا بشخصية مثل محمد خاتمي ولكن في هذه المرحلة إيران محتاجة يعني الجمهورية الإسلامية محتاجة للحفاظ على النظام الثوره الخمينية ان يكون لديه شخصية دموية كما شخصية رئيسي، يعني لو نرجع ونتكلم عن ما هو رئيسي، نتخيل انه كان عمره 18 سنة عندما نجح خميني في ثورته، عمره 20 سنة ودخل في جهاز القضاة، يعني هو كان عمره 20 سنة وأصبح مدعي العام لمدينة كراج ومدينة همدان. ومن بعدها مباشره صار مدعي لمدينه طهران، يعني الحقوقين اللي يعرفون بهذه القضايا عندما نجح الثوره هم قاموا بحذف جميع القضاة وعزل كثير من الناس اللي كانوا يعملون بمحاكم ايام الشاه وكثير من النساء لذلك كان لازم يستبدلوهم بملالي قضاة من المفروض كانوا يكونوا ملالي لذلك أشخاص مثل هو اللي حتى لم يكمل ثلاث سنوات في الحوزة العلمية دخل في جهاز القضاء لذلك بسبب صور الزنة وبسبب أنه كان ولاء تام لديه كان مستعد أن يعمل جميع الجرائم يعني آه آية الله منتظري رحمة الله عليه اللي كان آه خليفة خميني وبعدين اختلف مع خميني بسبب جرائم اللي ارتكب في بداية الثورة وخميني وضعه في آه الإقامة الجبرية في منزله في تسجيل صوتي يقول لرئيسي سوف يذكرنا التاريخ بسبب جرائم التي ارتكبنا باسم هذه الثورة وسوف أنت تذكر في التاريخ كأكبر المجرمين لأنه رئيسي كان ضمن لجنة اسمه فيما بعد سميت لجنة الموت لجنة اللي كان المفروض يتابع قضية السجناء السياسيين يعني في سجل له أكثر من 3000 سجين سياسي مقتول لذلك يعني ماذا نتوقع طيب. نظر في هذه الحالة لا يهم المجتمع الدولي طيب أريد أن أتحدث عن الذهنية الإيرانية اليوم يا أستاذة منى أنت يعني كما تعلمين كان هناك حرك في الشارع وخاصة في عام 2019 ما الأثر الذي تركه هذا النهج الدموي والتجاوز على حقوق الإنسان أمام حراك الشارع الإيراني المطالب بحقوقه، المطالب بتوفر الخدمات، المطالب بكل مستويات التعليم والصحة وتحسين الأوضاع المعيشية؟ يعني في كثير من الأحيان الدول الاستبدادية يظنون أنه في حال استمروا في الاستبداد ممكن أن يحتووا قضية هذه الاحتجاجات وغريب الموضوع مع أنه يزيد كل عام حدة هذه ممكن نقول القمع اللي من قبل النظام نرى مرة أخرى تمرد آخر يعني الآن نرى انه اصبحت وحتى وتيره الاعتراضات في ايران واسعه، الطبقات مختلفه بداوا يتظاهرون، مع ذلك نرى انه النظام لا يريد ان يغير اي من منهجه واسلوبه لانه في هذه المرحله ليس لديه حل اخر، لانه بالاساس هم وصلوا للمرحله لا يمكن ان يحسنون وضع المعيشة للناس في الشارع، ليس لديهم لا الاداره ولا الاراده ولا القدره ليغيروا الاوضاع، لذلك مستعدين او مجبورين باشخاص مثل رئيسي اللي هو مستعد ان يقتل، لا ننسى انه رئيسي كان رئيس القضاه، يعني عندما اجى كان كان رئيس السلطه القضايا، عندما جاء في مثلا في حملته الانتخابيه، كان يتحدث كأنه هو ولدان يوم امس، كان يقول نحن لازم نحارب الفساد، نحارب الفاسدين في حال هو كان يعني كل فترة 40 سنة كان داخل جهاز القضاء يا كان مدعي العام يا كان المفتش العام يا كان المساعد للرئيس السلطة القضاء وفيما بعد هو طب أنت أستاذ ال... منى ممتاز ممتاز طيب يعني حضرتك كيف بتعلقي على جزئية جدا مهمة أنه الإيرانيون أو هذا النظام يستخدم الضغط الاقتصادي الواقع عليه من قبل الدول الغربيه في تجاوزه على حقوق الانسان، وكانه يضع شعبه امام هؤلاء الغربيين بانهم هم السبب او يتخذونهم ذريعه بانهم هم وراء استخدام القوه معكم، هم السبب في ظرفكم المعيشي الحالي. يعني بالفعل هذه دائما الحجج اللي يستخدمونها يعني ليست فقط شعب الايراني يقومون باختطاف المواطنين الاوروبيين ايضا واستخدامها في المفاوضات الغربيه ناهيك عن الشعب الايراني يعني مع انه يحاولون الان الدول الغربيه ينتبهوا لهذا الموضوع نسمع من أم أم نسمع منهم يقولون انه الان في اطار المفاوضات لازم ان نحاول ان يكون المصالح الاقتصاديه تسترجع الى الشعب الايراني وليس الى مثلا مؤسسات تابعه للحرس الثوري، ولكن اذا الاقتصاد بيد حرس الثوري ما هي الضمانات انه بالفعل المصالح الاقتصاديه تصل الى الشعب الايراني ونحن في ال... عندما نجح جمله اخيره نجح المفاوضات النوويه بدل ما يرجع الاموال الى داخل الإيراني صرفت على ميليشيات في المنطقه ودمرت وسببت زعزعه الامن والاستقرار في المنطقه. طب باقل من دقيقة لو سمحتي، بدي استثمر وجودك بموضوع اتفاق النووي او المفاوضات والمظاهرة اللي في فيينا التي تدعو لعدم امتلاك ايران قنبلة نووية. باقل من دقيقة يعني أنا أرى أنه ايران في هذه المرحلة وحكومة رئيسي يريدون أن يتماطلوا أن يصلوا لمرحلة أنه يقولوا أنه لدينا القنبلة النووية يضعوا العالم إلى أمر الواقع لأنه الآن خامنئي يجهز لخليفته وهو على الأغلب يكون ابنه فلذلك لازم يكون كل إيران على هم ما يظنه فيكونوا في قوة تامة في مرحلة الانتقالية لأنه لديهم تخوف يكون في مشاكل في إيران في حال مات خامنئي وكون هناك مرحلة انتقالية صعبة تكون داخل النظام واحتماليات ممكن حتى كودة أو انقلاب عسكري من بعض قوات الحرس الثوري في داخل إيران اذا شكرا جزيلا ضيفتي من بروكسل منى السلاوي الباحثه في الشان الايراني شكرا جزيلا لك اذا بالتاكيد مشاهدينا الكرام خلال الساعات المقبله ايضا سيتم نقاش تلك المفاوضات المتعلقه او المفاوضات غير المباشره بين الجانبين الايراني والامريكي والجاريه في فيينا هكذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الساعة الإخبارية، تابعوا قناة الحدث على منصات التواصل وتفاعلوا معها، أيضاً زوروا موقعنا الإلكتروني الحدث دوت نت. إلى اللقاء.